مع مغيب الشمس يتأكد كل سكان البلدة من إغلاق منازلهم، لأن ذئابا طليقة تخرج من الغابة فور حلول الظلام. لا ضحايا اليوم، والكل ساهر على استعمال قدراتهم ليتفادوا الذئب، لكنه لا يزال بينهم يبحث عن ضحايا حتى في وضح النهار. مرحبا يوتيوب، معكم لي سبورت جيمز. أقدم لكم اليوم لعبة الذئب لليلة واحدة، One Night Ultimate Werewolf. إن كنت من محبي لعبة الذئاب لوغارو، فبالتأكيد ستعشق النسخة الأسرع والمستوحات منها، لعبة الذئب لكن لليلة واحدة. تصنف هذه اللعبة ضمن ألعاب الأدوار التفاعلية، كما تعتبر أيضا لعبة خداع وتحليل. صممت سنة 2014 من 3 إلى 10 لاعبين فوق سن العاشرة ولمدة 10 دقائق. يوجد داخل علبة اللعب 3 أنواع من البطاقات: فريق القرية، ويتكون من سكان عاديين، أما البقية فلديهم قدرات كالعرافة أو المشاكسة وغيرهم. ثاني نوع فريق الذئاب، كالذئب أو التابع. ثالثا نوع المحايدون، وهم سكان هدفهم الفوز وحيدين، كالدباغ. نجد أيضا قطعا مستديرة بعدد البطاقات، وتساعدنا على تحديد دور كل لاعب عند ادعائه بامتلاك أحد البطاقات، وقد لا يكون ادعائه صحيحا، فقد يدعي لاعبان امتلاكهم للعرافة مثلا، فنستمع لقصة واحد منهم ونفترض أن ما يقوله صحيح ونستعمل القطع لتحديد الأدوار حسب قصته، ثم نمر للاعب الآخر ونقوم بنفس العملية. وأخيرا نحتاج تطبيق One Night Ultimate Werewolf على الهاتف، وستجدون رابطه في مربع الوصف. يلعب التطبيق دور الراوي وينظم الأدوار الليلية ووقت النقاش والتصويت. نمر لكيفية اللعب. تخلط البطاقات بعدد اللاعبين إضافة إلى 3 بطاقات. مثلا إذا كان هناك 5 لاعبين، نقوم بخلط 8 بطاقات، نوزع لكل لاعب بطاقة ونضع الباقي في وسط الطاولة. يطلع كل على بطاقته ويضعها غير مكشوفة أمامه. نضع جانبا القطعة المستديرة بحسب البطاقات المختارة في اللعب، وكذلك نحددها في التطبيق. اخترنا لهذا المثال السارق، قرويين، العرافة، ذئبين، المشاكسة، والساهرة. ويمكنك برمجة التطبيق كما تشاء، تغيير اللغة، الصوتيات، الوقت وغيرها. نضغط على ابدأ اللعب. يطلب الراوي من الجميع إغماض أعينهم ليكون الذئاب أول المستيقظين. لديهم 10 ثواني يتعرفون على بعضهم البعض، وإذا لم يكن هناك ذئب ثاني كما في مثالنا، يقوم الذئب الأول بالنظر إلى بطاقة واحدة من البطاقات في الوسط، وعند إشارة الراوي يغمض عينيه، ويقوم الراوي بالمناداة على العرافة. لديها 10 ثواني لاختيار إما أن تطلع على بطاقة أحد اللاعبين أو تطلع على بطاقتين في الوسط كما في مثالنا. بعدها تعود للنوم وينادي الراوي على السارق، يستيقظ ويبادل بطاقته مع بطاقة أحد اللاعبين، ينظر إليها ثم يعود للنوم. تستيقظ بعدها المشاكسة، تختار لاعبين لتقوم بتبديل بطاقتيهما بدون النظر إلى البطاقتين. تنام وتستيقظ الساهرة لتنظر إلى بطاقتها. في مثالنا هذا توجد البطاقة في الوسط، أي لا يمتلك أي لاعب بطاقة الساهرة. ننتظر حتى ينتهي دورها. وأخيرا يطلب الراوي من الجميع ملامسة بطاقته، تحريكها قليلا ليستيقظ الجميع، فقد حل الصباح. يملك القرويون الجدد 5 دقائق لمعرفة من يملك بطاقة الذئب، أما الذئب فيجب أن يحاول تمويههم وخداعهم. الممتع في اللعبة أن كشف دورك قد يعرضك للاتهامات من قبل اللاعبين حتى وإن كنت قروي، وذلك لأنه قد تبدأ اللعبة بامتلاكك لبطاقة قروي، وفي الليل تصبح ذئبا. يتناقش اللاعبون فيما بينهم، ويعطي الراوي بعد انتهاء الوقت الإشارة للتصويت. إذا قتل ذئب واحد فاز القرويون، وإذا قتل لاعب من فريق القرية فاز فريق الذئاب. تعد لعبة الذئاب ليلة واحدة من أفضل الألعاب المنصوح بها، خصوصا إن كنت من محبي الجولات السريعة والتفاعلية. وإن كنت من معجبي لعبة الذئاب، فيجب عليك بكل تأكيد تجربة هذه النسخة لليلة واحدة.
ماذا تنتظر؟ إذا أعجبك الفيديو لا تنسى دعمنا باللايك، الشير مع أصدقائك، الاشتراك في القناة يصلك كل جديد. استمتعوا بأوقاتكم وإلى اللقاء.